استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة معالي شم بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مركز الشباب العربي، وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. وخلال اللقاء أشاد سموه بالعلاقات القوية والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين، كما نوه سموه بمضامين مبادرة حلول شبابية والتي تحظى بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الكبير الذي تقوم به معالي شمة بنت سهيل المزروعي في دعم الحركة الشبابية الإماراتية وتقديم مبادرات رائدة على المستوى العربي. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين احتضنت أولى النسخ الخارجية لمبادرة حلول شبابية التي تعتبر من أبرز المبادرات التي تستقطب الشباب العربي المميزين وإشراكهم في وضع حلول غير تقليدية للتحديات في كافة المجالات. وأبدى سموه اعتزازه بالمبادرات الشبابية البحرينية التي أظهرت قدرات وأفكار الشباب البحريني في تقديم حلول للعديد من التحديات في مختلف المجالات. من جانبها أكدت معالي شمة بنت سهيل المزروعي قوة العلاقات الشبابية الإماراتية البحرينية، مشيدة بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تقوية هذه العلاقات وقيادة الحركة الشبابية البحرينية إلى تحقيق المزيد من الانتصارات. كما ثمنت المبادرات التي قدمها شباب البحرين في البرنامج والتي أكدت قدرات الشباب البحريني على تقديم حلول شبابية عصرية للعديد من التحديات.